والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الصحب والآل رضي الله عمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وارض عنا معهم يا رب العالمين. الاستغفار شيء مطلوب من جميع المسلمين، نص الله سبحانه وتعالى عليه في صريح كتابه المبين، وجهنا إليه أن نشتغل به على الدوام. لذلك علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون مواظبين على هذه العبادة والقربة إلى الله تعالى. ومعنى الاستغفار طلب المغفرة، حينما تقول أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله. لذلك يجب على كل مسلم أن يكون له حظ دائم من الاستغفار، يأخذه على نفسه عهدا يوميا ليفي إلى الله سبحانه وتعالى به. وكون الاستغفار مطلوبا يا أيها الأحبة لأن فيه أكثر من معنى. أولا كما قلنا هو طلب المغفرة من الله، وثانيا حينما يستغفر العبد يستشعر معنى ذله وانكساره أمام ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يأتيه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء لتستكبر على الناس، وبخاصة إذا فعل الإنسان العبادات، إذا أكرمه الله بالصلاة والصيام وقراءة القرآن وارتياد المسجد وغيرها من العبادات، قد يأتيه الشيطان ونفسه فيوقعان فيه أنك أنت أصلح من عباد الله، أنت خير منه، أنت رجل طيب، أنت كذا، أنت كذا. فحينها يستكبر على الناس، فإذا استكبر وقع في خطيئة كبيرة لا يلتفت إليها كثير من المتعبدين. لذلك حينما يستغفر الإنسان يستشعر أنه مقصر في جنب الله تعالى، فإذا كان في نفسه شيء من عجب أو كبر فإنه يزول يمضي ويخرج من نفس الإنسان. لأن من يستشعر أن الله تعالى متجل عليه وأنه عبده الضعيف لا يليق به أن يستكبر على أمثاله من الضعفاء، أنا ضعيف وأنت ضعيف فكلنا ضعفاء كيف نستكبر على بعضنا. هذا معنى آخر من معاني الاستغفار. الله سبحانه وتعالى حكى لنا فقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وغفار صيغة مبالغة، كثير المغفرة. جزاء الاستغفار قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها جزاءات الاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا أي ينعم عليكم بالمطر الطيب الذي ينبت الزرع ويدر الضرع، ويمددكم بأموال وبنين. لذلك قال بعض أهل العلم إن من وجد أنه لم يكتب له ولد، لم يرزقه الله تعالى بولد، فأحد أسباب طلبه واستمطار رحمة الله تعالى عليه بأن يرزقه أولادا ذرية، يعني الذي يرى في نفسه شيئا مما يسمى بالعقم أو كذا، أو قالوا له يمكن أو لا يمكن، المهم ويطلب الولد ويرجوه، قالوا هذا أحد أسبابه. كما أن من الأسباب طلب العلاج الحسي الطبي، وهذا أمر مشروع لا بأس به، كذلك من المطلوبات إذا أردت الولد والذرية الطيبة الاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين أولاد ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن باب من أبواب المغفرة والرزق الحسي والمعنوي هذا الاستغفار. وورد في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفروا ربكم، فوالله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد أكرمه بالعصمة من الذنوب، ورغم ذلك يستغفر، وأكثر من 70 مرة في اليوم الواحد، وفي رواية في الصحيح أيضا أكثر من 100 مرة في اليوم.
فلماذا يستغفر وقد غفر له كما قلنا؟ لأن فيه معنى الذل لله عز وجل، الذي لا يتذلل لله تعالى ولا يرفع إليه يديه منكسرا مستشعرا معنى الخضوع له يغضب الله تعالى عليه. التذلل للبشر أمثالنا هذا مذموم، ليس بممدوح إلا إن كان على سبيل التواضع أذلة على المؤمنين. أما التذلل لله تعالى فهو من أخص أنواع العبادة، ومن أجمل معاني التذلل وأساليبه وطرقه الاستغفار. كثير من الناس لا يخطر في باله اليوم واليومان والثلاثة والأسبوع أن يقول مرة واحدة استغفر الله العظيم، هذا نتيجة قسوة القلب يا أحبابي. لا يكن قلبك قاسيا، فليكن قلبك مستعدا لطاعة الله تعالى ومستشعرا أنك خطأ. كما قلت، لا ينبغي لك أن تمضي مع ما تظنه من أنك رجل طيب، الله نرجى طيب، وإذا وقع في خطأ ونبهه أحد أنا أحسن منك، طلع شغلتك وما بتنزل في أمري وأنا أحسن ألف مرة منك. ما هذا الشيطان الذي ركبك؟ ما هذا الشيطان الذي يوجهك؟ ما هذا الشيطان الذي يسيطر عليك؟ لماذا أنت خير من عباد الله؟ بأي شيء؟ ومن قال لك أنك خير منهم؟ لما قال إبليس أنا خير منك، كان جزاؤه أخرج منها مذكوما مدحورا مطرودا، أخرج منها. فكل إنسان يستشعر التعالي على العباد، بل ولا يستشعر أيضا، من كل الناس يطلب منهم كثرة الاستغفار. ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي أيضا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اجعل ذلك ديدنك أخي، ديدنك ليلا نهارا، لا بد أن يكون الطريق في ذهابك وإيابك إلى المسجد، إلى البيت، إلى عملك، إلى تجارتك، في بيتك، قبل أن تنام، بعد أن تستيقظ، ديدنك في هذه الدنيا استشعارك معنى الذل لله بكثرة الاستغفار وشعورك بتقصيرك بين يدي رب العالمين. هذا أمر عظيم، وهذه عبادة جليلة نتقرب بها إلى الله ونستمطر بها كما ورد في الآيات والأحاديث فضل الله ورحمة الله وإعانة الله تعالى لنا بكثرة الاستغفار. اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك تهدي بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.